السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا. اليوم غندير معكم الورقه ديال البسطيله. عندي معلقه ديال الزيت، الملح حسب الذوق، عندي جوج كيسان ديال العنبه ديال الفورس، عندي جوج كيسان ديال الماء. نبداو على بركه الله. عندي كاس جوج كيسان د العنبه ديال الدقيق، جوج كيسان ديال الماء، معلقه ديال الزيت، ملح على حسب الذوق. كنضربها مزيان. الى جاتني قاصحه نقدر نزيد الماء. نص ديال الكاس ديال العنبه ديال الماء. كنضربها مزيان. اللي بغى يديرها في مويه انا غير نخليها كيداوي، نخليها 15 دقيقه نرجع ليها. بعد ما خليت الورقه ديال البسطيله ديال 15 دقيقه، كندير قصديره ديال الطاجين وكنحط فوق من المقلة البوطة مهيلة، وكنبدأ ها الورقه ديالي. ضروري كديروا شي حاجه بحال هكا وكديروا فيها الزيت، ضروري تدهنها بالزيت. الا حطيتوها دهنها بالزيت. كنستمر بهذه الطريقه. ديالنا كيفاش كتجي؟ الزيت ضروري، الزيت اي وحده حيدتوها دهنوها بالزيت. نستمر معكم الاخوات. الجوانب خصهم يجيو شويه غلاض على الوسط. كندهن بالشيته جوج ديال المرات المقله ديالي باش ما كتقطعليش الورقه ديالي. اخوات، بعد ما درت معكم هذه الورقه ديال البسطيله الشكل ديالها النهائي، خصكم نتوما تحيدوا دهنوها بالزيت باش تجيكم زوينه وما تبقاش تهرس ليكم. انا درتهم غير صغار على حسب المقله. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه باش يوصلكم الجديد. شكرا لكم. نتمنى من الله الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم. ما تنساوش تدعموني. شكرا بزاف بزاف.